طلعنا من العيد وخلص رمضان ورجعنا طبعا لحياتنا العادية. رجعتي رح ترجعي لحياتك العادية، كيف مين بتشوفي أول حاجة من أصحابك القدم من البرنامج؟ لسه عندك تواصل معهم ولا أكيد لا؟ أكيد لا لا لين دحين بنتواصل ومبسوطين مع بعض. مين أكثر حاجة عندك هكا علاقة حلوة؟ ممكن مع هيثم إلى الآن، هيثم رافي كان معي في البرنامج فإلى الآن يعني صداقة تجمعك بيه صح أيوة ولسه كمان يعني بنشتغل مع بعض، وحاليا نزل أغنية أغنيتين. أول أغنية اسمها يمة كانت من ألحاني ألحانك؟ يس كانت من ألحاني إيه؟ والأغنية مرة مرة حلوة كده ستايل شبابي وجديد يعني. عطيتي هيرو بالفلوس اللحن ولا بليش؟ ما تقول ما رح نقول لحدا. لا 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 بعتي له اللحن؟ بعت له هو. برافو عليك شطورة. شغل 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 الشغل صحبة صحبة. من امتى اكتشفتي موهبة التلحين عندك؟ من بعد ما قبل ما ادخل برنامج البوليفارد بصراحة حسيت انه انا يعني عندي 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 ألحان عندي أفكار. كيف بتكوني هيك لحالك وعم بتدندلي لحالك ولا كيف؟ تجيني أوقات معينة حتى لو كنت مشغولة فجأة يجي لحن في بالي على طول أمسك الجوال وأسجل، لأني لو ما سجلت بتروح منك بيروح ايه؟ لأنه يكون كذا فجأة دخلت في مود معين فعلى طول بيجي اللحن في بالي. مثلا أشوف مسلسل أنا جالسة أطالع في مسلسل الشخصية اللي في المسلسل فجأة بتبكي فجأة يجي لحن في بالي زي كذا على طول أسجل حتى لو إيش كنت بسوي. عملتي ألحان لحالك؟ لحنتي لحالك شيء ولا لحنت بس لسه ما يعني ما اشتغلي على الموضوع. لحنت لحنت شيء مرة حلو. بتخافي يعني تلحني لحالك تقولي كيف رح يكون ردة فعل الناس ولا لا؟ لا بالعكس بالعكس، لأنه ما بلحن كأنه شغل عشان ينزل، لا أنا بلحن مزاج مزاج. ثاني شيء أنه يعني يكون اللحن طالع من قلبي كده شيء حلو يوصل لقلوب الناس إذا سمعوه. الله